نسب تراصم حذف المناكب والأقدام ثم الصفوف الأول فالأول الله أكبر 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 الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر 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 الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. هل أتاك حديث الغاشية
وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر ما قام قائم لله وكبر الله أكبر ما صام صائم لله وأفطر إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. عباد الله، خلقنا الله لعبادته، قال سبحانه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. بالأمس يحرم علينا الفطر، واليوم يحرم علينا الصوم. جاء في الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يومين، يوم الفطر ويوم الأضحى. فأنت يا عبد الله عبد لله، تأتمر بما أمرك به وتنتهي عما نهاك عنه. بالأمس يجب عليك الصوم ويحرم عليك الفطر إلا لعذر، واليوم يحرم عليك الصوم. كل ذلك تحقيقا للعبودية الحقة، أن تكون عبدا لله سبحانه وتعالى. عباد الله، إن كان رمضان قد انتهى وانتهت أيامه وتصرمت لياليه، فإن عمل المؤمن ليس له أجل دون الموت. فإن الله سبحانه وتعالى خاطب نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم، وهو أشرف الخلق وأكرم الخلق على الله وسيد ولد آدم المؤيد بالمعجزات، أمره ربه أن يستمر في طاعته وعبادته حتى يتوفاه الموت، حتى يلاقي ربه. قال سبحانه: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. فليس لعمل المؤمن أجل دون الموت. خطب عمر رضي الله عنه فقال عندما قرأ قول الله تعالى: يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية، قال: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزنوا، وتزينوا للعرض الأكبر. وقرأ قول الله تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، قال: استقاموا والله بطاعة ولم يروغوا روغان الثعلب. عباد الله، الله بالاستمرار على ما كنتم عليه من عمل في شهر رمضان، فإن رب رمضان هو رب شوال والشهور كلها. فالله بالاستمرار في الطاعة، فإن من جنس العبادات الموجودة في رمضان مثلها كثير في غير رمضان. فقد جاء في الحديث عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كمن صام الدهر، أي كصيام الدهر، فالحسنة بعشر أمثالها. فرمضان بعشرة أشهر وستة أيام بستين يوما، أي بشهرين، فكان كصيام الدهر. عباد الله، الوصية التي ينبغي أن يأخذ بها كل مسلم، وهي وصية غالية نفيسة ثمينة، أوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم سفيان ابن عبد الله الثقفي رضي الله عنه، قال: جئت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك أو قال بعدك. قال: قل آمنت بالله ثم استقم. قال الله تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. تتنزل عليهم عند الاحتضار،
تثبتهم على قول لا إله إلا الله، ألا تخافوا مما أنتم مقدمون عليه من السؤال والحساب، ولا تحزنوا على ما تركتم خلفكم من الأموال والذرية، فالله يحفظهم، وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه، إنه هو الغفور الرحيم. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وإمام المرسلين وسيد الأولين والآخرين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، عباد الله، فإن الأمم تفاخر بأعيادها، تبتهج وتظهر الفرح والسرور، فهذا من شعائر الدين أن يظهر المرء فرحه وأنه قد أعانه الله أن أتم عليه العدة فأكمل شهر رمضان صياماً وقياماً. فإن الله سبحانه وتعالى قال: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وشكر الرب سبحانه وتعالى على هذه النعمة لا يكون بمقابلته بالمعصية، لا يكون بالرجوع إلى ما كان عليه من حال التفريط والتقصير. قال الله تعالى: ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا. يضرب هذا المثل بحال من جمع ثم فرق، وحال من بنى ثم هدم. فهذه المرأة جمعت الغزل والصوف فنسجته ثم أحكمته ثم عادت عليه فنفشت، فكأنها لم تفعل شيئا، أضاعت جهدها ووقتها، فلم تجمع ما أو لم تبق ما جمعت. هذا حال من جمع الحسنات في رمضان من صيام وقيام وصدقة، ثم عاد بعد رمضان إلى ما كان عليه من حال التفريط والتقصير. فالله، الله، عباد الله، بالاستمرار على طاعة الله والاستقامة عليها، ولنكن في هذا اليوم من الشاكرين الحامدين الذاكرين، لا من المقصرين العائدين إلى الذنب والتفريط. ولنسأل الله سبحانه وتعالى أن يلطف بإخواننا في كل مكان، وأن يكون عوناً لهم، وأن يرحم ضعفهم. ثم اعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه، وثنى فيه بملائكته، وثلث بأمر المؤمنين به، فقال عز من قائل: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال عليه الصلاة والسلام: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الأئمة الحنفاء الأربعة الخلفاء أبي بكر الصديق وعمر الفاروق وذي النورين عثمان وأبي الصبطين علي، وعن بقية أصحاب نبيك الطيبين، وعن أزواجه أمهات المؤمنين، وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك، ويهدى فيه أهل معصيتك، يؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا ودعاءنا، اللهم تقبل منا أعمالنا، اللهم وتجاوز عن تقصيرنا يا رحمن يا رحيم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا، ووفق ولاة أمرنا لما تحب وترضى، وخذ بنواصيهم للبر والتقوى، واجعل أعمالهم في رضاك يا رب العالمين. اللهم كن لإخواننا المستضعفين في كل مكان،
اللهم كن لهم ولا تكن عليهم، اللهم اجمع كلمة المسلمين، اللهم ألف ذات بينهم، اللهم وحد صفهم يا رب العالمين. اللهم من أرادنا وديارنا وإسلامنا بسوء فأشغله بنفسه، واجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره في تدميره، يا قوي يا عزيز. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك يا ربنا سميع قريب مجيب الدعوات. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون، والحمد لله رب العالمين.